القرش ورجل فوق. في لقاء الثنائيات المنعقد في إطار فعاليات الدور 20 للمهرجان الوطني للمسرح تحت شعار شركاء في الفن شركاء في الحياة، أكد الممثل والمخرج المغربي نوفل البراوي وزوجة الفنانة ثريا العلوي أن تقارب وجهات النظر بينهما وحبهما لنفس المهنة أسهم بشكل كبير في نجاح تجربتيهما الأسرية والمهنية. علاقة اللي دامت في الزمان، والجميل فيها هو انها كانت مختلطه حتى بالعمل الفني اللي كنحبوا بجوج. كاين واحد المشترك اللي كنتقاسموه، وهذا المشترك كذلك كيسهل العلاقه الزوجيه، لان ملي كتكون مع نفس المهنه كيمارسوها الزوجين بجوج، تيكونوا بزاف النقاط من غير الحياه العائليه، تيكونوا التقاءات اخرى فكريه وثقافيه وابداعيه. والفنانان اكدا انهما يتعاملان في العمل في حدود الاحترام الذي تفرضه الزماله والعلاقه المهنيه بين اي ممثله ومخرج، بمنأى عن العلاقه الاسريه التي تجمع بينهما. بحكم اننا كديروا نفس المهن، هو مخرج وممثل وانايا ممثله، فعملنا بزاف الحوايج، ولكن كنأكد لك انه في علاقتنا المهنيه ما كيبقاوش الزوجين، فريمون ما كيبقاوش، يعني انا كنحيد من راسي انه هذاك الزوج ديالي، هذاك مخرج ديالي، وانا من المدرسه اللي المخرج هو سيد العمل، ممكن تناقش انا وياه، ممكن نختلف انا وياه، ولكن كيدار اش بغى المخرج، لانه هو الربان ديال السفينه، لانه هو اللي عنده الفكره وعنده الاختيار الاستتيقي للعمل. لقاء الثنائيات الذي يستضيف بالاضافه الى الثنائي الفني ثريا العلوي ونوفل براوي كلا من الثنائيين نجوم الزهره وعبد الاله عاجل وهاجر جريجا ورضا العبد اللهوي، هو ابتكار جديد جاءت به الدوره 20 من المهرجان الوطني للمسرح، وذلك من اجل تقديم تجارب فنيه واسريه ناجحه قدمت الكثير من اجل فنها وجمهورها.